سيناريوهات الاجتياح الإسرائيلي البري لقطاع غزة اللي الكل كان بيتكلم فيها، كان في ناس بتفضل منتظرة طول الليل إن هيحصل الاجتياح بري. هنشوف هيحصل اجتياح بري ولا مش هيحصل. المسألة دي أبعادها هتكون كارثية ومأساوية على المنطقة كلها، والواضح إن إسرائيل على مدار الفترة الماضية بتدرس أبعاد الاجتياح ده، ويمكن ده اللي مأجله شوية، والخسائر كمان اللي هيسببها لصفوف جيش الاحتلال. وإحنا طبعا من جانبنا أكيد بننظر للضحايا من المدنيين والأبرياء في غزة، الأطفال والنساء وكل المدنيين، مفيش فرق حتى بين طفل وامرأة وشاب وراجل، هي كلها أرواح مدنية بريئة بيتم قصفها وبيعانوا من ويلات الاجتياح ده، وهم أصلا يعني الحالة عندهم يرثى لها، بيعانوا من مذابح القصف الجوي الوحشي الذي لا يميز أبدا ما بين مستشفى، ما بين مسجد، ما بين كنيسة، ما بين مراكز إيواء في الأنروا، ما بين كل حاجة. يعني الاجتياح أو القصف الجوي لا يميز أبدا ما بين أي حد، ولذلك هي حرب بلا ضمير، حرب لا تخضع لقوانين الحروب ولا لقوانين الإنسانية. ما هي تبعات الاجتياح ده لو حصل، خصوصا أن قوات جيش الاحتلال دخلت جزء من أراضي غزة النهاردة وتراجعت، ويا ترى تفسيره ده إيه؟ يعني دخلت منين واتراجعت ازاي؟ ده هنعرفه من العميد سمير راغب الخبير الاستراتيجي ورئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية. سيادة العميد اهلا بيك معانا يا فندم. هذا بحضرتك استاذ يوسف، كبير عامل الجمهور الكريم، اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا فندم. من الناحية التكتيكية وحضرتك متخصص في هذه الجزئية تحديدا، الاجتياح البري اللي مصر دايما بتحذر منه وكل اتصالاتها بتحذر من الاجتياح البري وخطورته على المنطقة ككل، والاجتياح البري ملوش أي قيمة اللي هو المنتظر، يعني ملوش أي قيمة عملياتية أو تكتيكية، هو موضوع يعني انتقام وفكرة إن اتاخد القرار السياسي والمؤسسة يعني الجيش الدفاع الإسرائيلي لازم ينفذه، لأنه هو اللي أهان الدولة واللي هو أهان نفسه، فبالتالي كل مندفع حول تحقيق هدف غير معروف. يعني حتى الامريكان بيقولوا لهم يا جماعه قولوا لنا هدف استراتيجي لهذه العمليه. يقول لك انا حاقد على حماس. النوع ده من الجماعات المسلحه، الناس دايما شاغله بالها بفكره هل دول ناس طيبين ولا ناس ارهابيين، والغرب يقول ارهابيين والناس، مش ده الموضوع. هي فكره في الاخير هو مقاتل متحصن يحمل سلاح ومصر ان هو يقاتل حتى اخر طلقه، لانه ما عندوش بدائل، يعني اما يقع في الاسر فيذهب الى سجون الاحتلال كاسير، دي بالنسبه للفلسطينيين يعني اصعب من الموت، او يموت وليس له ملوش مكان يروحه خالص. يعني فده اللي بيحكم العمليه، عددهم كام؟ الاول كان فيه يعني اندر استيميشن للعدد، فكان بيقولوا بضع الاف، النهارده هارت بتقول ومعروفه بحيادتها بالنسبه يعني باقي الصحف الاسرائيليه بتتكلم على عشرات الالاف، وبدا الجانب الاسرائيلي يتكلم على اكثر من 41 الف مقاتل ما بين قسامي وفصائل اخرى. فالعدد ده عشان تقدر تقضي عليه محتاج عقود من الزمن، مع الاخذ في الاعتبار انك مش بتقضي عليه وهو ما بيقضيش عليك، يعني ما هو الموضوع في حرب مدن مع جانب متحصن ينتج نيران في انفاق في ضرب بالعمق، الصواريخ بتطلع لغايه النهارده، لغايه اللحظه دي الصواريخ وصلت ايلات، دليل على عجز الاله العسكريه اللي بتضرب مدنيين ومستشفيات ومعسكرات اونروا انها تسكت الصواريخ، فانت مش قادر تسكت الصواريخ اللي باين مكان اطلاقها، هل هتقدر تدعي على من داخل الانفاق؟ ما هو ده السؤال، وده الحديث دايما بيدور حوالين مسألة الاجتياح البري، بس بلا شك ان هو كارثي سيادة العميد، ما نقدرش ننكر ان لو حصل أكيد اجتياح بري هيكون كارثي. نقدر نعرف ابعاد الكارثة دي تكون ايه؟ اولا النوع ده من القتال بيبقى من بيت لبيت ومن شارع لشارع ومن غرفة لغرفة، يعني مش فكرة قوات في منطقة مفتوحة وفي خنادق وفي مواقع حصينة بتقتحمها فترفع صورة النصر، يعني الموضوع مختلف تماما. البيت لبيت وشارع لشارع ده فيه مدنيين بالظبط،
حتى فكره ترحيل المدنيين الى مناطق جنوب وادي غزه اللي هو الخط اللي تقريبا يعني من جنوب دير البلح واللي فيه في الجنوب خان يونس ورفح، المدنيين 80% بالفعل بدوا ينزحوا. حماقه الجانب الاخر ان هو ابتدى يستهدفهم اثناء نزوحهم، اثناء نزوح فقالوا إن لو كده كده هنموت نموت في بيوتنا، فرجعوا تاني منهم ناس رجعت ماشي 20 كيلو. فدي الفكره، يعني الفكره ان في اله شغاله بطريقه سواء الخطاب شعبوي مش خطاب منضبط، والافعال هو سايبين يعني السياسيين يملوا اشياء على العسكريين والعسكريين بينفذوا بدون يعني انضباط سواء بقوانين الحرب او ما يحقق يعني قيمه عملياتيه. يعني القانون يعني في الاحوال مكافحه طيب. يعني الارهاب او غيره يبيح القوه، لكن انا بعتبر ان هو مصنفها ارهابي مش تصنيف انا بالظبط، لكن بيحرم الاستخدام المفرط للقوه. طب النهارده استهداف وزاوت ديسكريميشن بدون تمييز او استهداف المدنيين. طيب اللي حصل النهارده بقى اللي هو اجتياح جزئي لمنطقه وبعدين التراجع منها، ده بيكون اسبابه ايه؟ يعني اسباب التراجع ايه طالما لا حدث؟ لا ده هو مخطط كده، ده اسمه استطلاع بالقوه. اه بتدخل عنصر، يعني انا على حد ما شفت 12 دبابه وزيهم مدرعه وعناصر مهندسين، يعني كتيبه الا حاجه الا سريه مثلا، لكن هي كتيبه بيدخلها عشان يقيس رد الفعل. هيطلع مضاد للدروع، هيطلع هاون مدفعيات، هيطلع خفاش طاير عليهم يبتدي. ولو شفنا يعني الفيديو ما هو بنشوفه دلوقتي في الوقت اللي هم بيدخلوا فيه هليكوبتر مسلح بيتعامل، فهو شايف الهليكوبتر ان ايران طالع منين يبتدي يتعامل، بيشوف هل في حقول الغام في المنطقه دي، في مفخخات، وبيدخل وبيطلع عشان برضو فكره اللي بيسموها تطعيم المعركه. يعني الناس دي ما حاربتش، ما فيش حد موجود على قوه الجيش الاسرائيلي حارب حرب بريه في هذا القطاع او في غيره. لاخر حرب كانت 2014 ما كانوش موجودين، يعني حتى لو كان في ضابط كان ساعتها مثلا ملازم اول ولا حاجه، دلوقتي اللواء جنرال، يعني برضه ما بيقومش بنفس الوظيفه. طبعا اللواء اللي دخل ده اللواء جفعاتي هو ده لواء قوات خاصه وتسليحه مختلف، تسليحه تقيل. يعني المدرعه حمله الجند بتشيل 57 طن ضد الالغام وضد المضاد للدروع ضد حتى المدافع. فعشان ياكد الناس دي هتدخل وتطلع، ما يحصلش زي اللي حصل قبلها بيومين ان الناس دخلت وتم قتلها. فده خد معاه عناصر من اللواء جفعاتي بس شكل بيهم مجموعه القتال دي، يبقى اللي دخل كسر حاجز النفسي من دخول قطاع غزه ويرجع يحكي لزمايله يقول لهم انا دخلت وخرجت كويسه وضربنا نار وكده. كسر الحاجز النفسي ان هو يدخل ويطلع، بس هو ما توغلش المسافه كبيره 50 متر يمكن. يعني انا شايف ان هو تطعيم وشو اعلامي اكبر من تحقيق غرض عملياتي او تكتيكي. لكن ده يسبق عمليات دفع المفارز اللي هي بتبقى المرحله الاولى في دفع القوى البريه، القوى الرئيسيه، واللي ساعتها نقول خلاص العمليات. يعني هو ده اللي انا كنت هسال حضرتك عليه، اذا كانت هي مساله استطلاع او ان انا دخلت وطلعت ما حصلش حاجه كانت مقدمه للدخول. مش شرط يبقى الدخول بعدها، ممكن تكون لا مش شرط بعدها مباشره. مش شرط بعدها مباشره. لكن لو اتكررت بنفس الطريقه يبقى هو بيحاول يبقى موجود اعلاميا في حاجه ليها علاقه بالحرب البريه. لكن طبيعي ان المفروض بعد الاستطلاع بالقوه في شويه داتا كانت ناقصه عندك لميتها، شويه معلومات حفزت قواتك، يبتدي بعدها بنفس الطريقه تحصل في اكتر من محور وتبقى اسمها دفع المفارز. المفارز دي اللي هي بتهيئ ظروف لدفع القوى الرئيسيه وتبتدي تدخل بقى القوى الرئيسيه اللي هي في الاغلب هتكون بقوه يعني فرقتين مدرع ومدعمين بفرقه مظلي بالاضافه للواء الجولاني واللواء جفعاتي اللي هي لواءات القوات الخاصه وسادس مكان اللي هي المجموعه اللي هم من العرب وناطقين بالعربيه اللي ممكن يدخلوا يعملوا اللي هي العمليات السريه الخاطفه او الاختراقات تحت ساتر او خلافه. يعني حتى ارقام الفرق عرفناها، فرقه 162 والفرقه 80،
والفرقة 611. إذا حصل ده بقى يعني أعتقد أن الصورة هتكون مختلفة تماماً، واللي بيحصل دلوقتي من محاولات للتهدئة الأمور هتختلف عن كده بعد كده. هو في مخرج لو تم ضبط أهداف العملية تكون أهداف قابلة للتحقيق في شهر أو شهرين بالكثير، اللي هو أن يحتل غلاف داخل غزة يضاف للمسافة ما بين يعني حدود قطاع غزة وغلاف غزة بعمق 2 ل 3 كيلو، ويبتدي في الحالة دي العالم يبتدي يضغط وكفاية حرب، فيبتدي يقول أنا هعمل سور هنا، ويبتدي يرفع يعني صورة النصر ويقول إن أنا حققت ده، وفي الوقت ده يعني بحقق هدف يعني حماس تخفض إنتاج الصواريخ بغرض يعني النهاية العملية، إنها محققة يعني محققة في 7 أكتوبر تمام، يعني مش محتاجة تحقق كتير، لأن السبب لو فضل الصراع ده صراع ممتد لا ينتهي ولا بقى شهر ولا 2 ولا 3 ولا سنة، مش عايز أقول عقود، وأمريكا عايزة تنهي الموضوع ده بسرعة، يبقى يعني دعمت إسرائيل لأغراض طبعا انتخابية أغراض سياسية يعني نقدر نقول بالظبط أغراض سياسية، هي في أغراض سياسية كتير من الطرفين الإسرائيلي والأمريكي حوالين اللي بيحصل في غزة دلوقتي، لكن نقدر نقول في النهاية إن لو حصل ده هيكون نهاية، نعتبره إنه ممكن يكون في ساعتها نهاية الأحداث، ويبقى كل طرف الإسرائيلي حقق هدفه الاستراتيجي من إظهاره للعالم إن هو دخل غزة بري، وإن أمريكا قدمت اللي عليها زي ما حضرتك بتقول، مظبوط؟ ده السيناريو الأفضل، ده السيناريو الأفضل، ده السيناريو الأفضل، ده لو حصل يعني ده السيناريو الأفضل، وريت حد ياخد بيه يعني وننهي، وبعد كده يبتدي تعيد بقى القضيه ومصر تشتغل وحل الدولتين وحدود 4 يونيو حزيران، والعالم تنبه ان القضيه دي يعني برميل بارود ينفجر، ممكن ينفجر في العالم كله بالظبط، يعني الحشد الكبير للقوات الامريكيه مع التاهب الروسي مع دخول ايران او يعني تبعات ايران على خطوه في هذا الوقت ممكن يعمل تبعات كارثيه يعني ابعاد ما حدش يتخيلها. يعني نأمل إن شاء الله أن الأمور ما توصلش لهذه الدرجة. السيادة العميد سمير راغب الخبير الاستراتيجي ورئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، أنا بشكرك جدا لوجودك معنا.